صباح الخير. اول ما فقت قررت انه ديما ليه ما تفرجي متابعينك كيف بتقضي نهارك العادي الطبيعي اللي بالبيت وكيف انت بتسلي حالك، وكمان قررت انه ليه ما فرجيكم شو باكل بيومي العادي من الصبح لليل. والحمد لله ما تغير كتير اكلي من لما صرت حامل، فكلكم فيكم يمكن تستفيدوا من الأكل اللي حفرجيكم عليه. كم شخص بيسألني إنه ديما أنت لازم تعملي أي فلوج إنه شو بتاكلي من الصبح لليل، فقررت إنه خلص إجا الوقت وصار لازم إني أعمل هيدا الفلوج. فستي تيوند وضلكن معي، وإذا لاحظتوا أنا مني حاطة مكياج، بعدني بالمسكرة يعني تبعولت مبارح صراحة، مرات بخليها لنهار زيادة لأنه قررت كمان أني روح واتسبح. بس قبل ما روح اتسبح أكيد بدي اتروق ترويقتي رقم 2، لأنه الترويقة الأولى أنا بتروقها مع حمد قبل ما يروح على الشغل. هيدي من لما صرت حامل الحمد لله صرت نام وفي ارجع تقريبا على شي الساعة 10 الصبح وبتروق ترويقتي رقم 2. وهيدي كانت ترويقتي الاولى. كتير بحب انا الميوزلي اللي من كالوكس، طلعوا فيهم دارك شوكولات، كتير كتير بتعجبني على الصبح. انا بشربها مع حليب عادة، العالم بيحبوها اكتر مع يوغرت أو بيحطوها بأشياء مختلفة، بس أنا بحبها مع حليب بارد يكون. كمان بيجي مع العلبة هيدي الورقة، بتعطيكم 2 different recipes إنكم تعملوا فيها. So مثل ما شايفين أنا تقريبا خلصت تجهيز للبريكفست التبعولي number 2 أكيد. كان في an extra mortadella و I had it with, as you can see, a piece of bread already. ما كتير بشجع انه ال pregnant women they have cold cuts، بس انا عن جد like maybe once a month I do have لما كتير يجي على بالي. بزيد عادة زيت الزيتون، بزيد oil، ومن بعدها كمان بزيد شوية زعتر because I love زعتر مع لبنة. Like as you can see بزيد يعني. حطيت لبنة وعليها زيت الزيتون وفوقهم زعتر، وفوق الزعتر رجعت حطيت زيت زيتون لأنه كتير بحب الزيت زيتون الأوليف أويل and it's very healthy. وحطيت شوية مرتدلة، وكمان حطيت جبنة حلوم وشوية أوليفز لأنه it's healthy too. وانا عادة باكل for breakfast one bread، بس هلا lately كمان على الحمل عم باكل two breads، وspecially انه هلا بعد شوي حروح اتسبح، ف I really need all the energy and power that I can get. كتير كتير بحب انه اكل اللبنة والزعتر وبعدين احط فوقهم a piece of جبنة just like this. من الميلز الأساسية عندي بالنهار هو البريكفست. إذا ما بتروق بحس حالي بلا انرجي وبلا طاقة للنهار كامل. بس في كتير ناس بيفكروا بطريقة تانية، يعني في ناس بيقولوا إنه البريكفست أصلاً شي بنصح، أو البريكفست اللي بيأكل البريكفست بيضعف و lives a healthy lifestyle وهيك. ففي كتير معتقدات مختلفة عن البريكفست. من بعد البول إذا وصل حمد دغري على البيت يا رح اتغدى مع حمد أو رح أخذ a snack which is a banana.
صار لي يومين I didn't have a banana. Bananas are very 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 healthy. They're a great source of energy وطاقة. I can't even take any videos here لأنه رح يطفي التليفون كتير شوب. فيا شوكم بالبيت. أكيد مش أنا اللي عاملة هيدول الأكلات. اسم الله هيدول بعتت لنا إياهن أمه لحمد. كتير طيبين الكراب سالد والرز عالدجاج وكمان الورق عنب. حسيتهم perfect for الانتيك تبع الغدا المين ميل تبعولتي. وهلأ ما تنصدموا لما فرجيكن أنا كيف بتحلى من بعد الغدا. هيدا I think it is the yummiest Nutella cake أنا دقته بحياتي صراحة. رفيقتي روضة هي اللي بتعمله بالبيت so it is homemade. أنا كتير I'm a sweets person, كتير بحب الحلو والديزيرتس وهيك. فأت ليست مرة أو مرتين بالنهار بقدر أكل شي حلو. لازم الإنسان أت ليست يتحلى مرة بالنهار أو ما يخلي شي بقلبه. فالكمية لازم ما تكون مثلا نص القالب كامل او ربعه, لا حاولوا قد ما فيكن خلوا البورشن معقولة وانتو بتعرفوا انه ان شاء الله حتهضموها قبل ما تروحوا تناموا. guys اذا بتتذكروا بالفلوج الماضي اللي we posted on YouTube انا وشازا كنا بقلبي كتير محتارة ومش عارفة عن جد شو بدي. فانا كتير مبسوطة هلأ رح شارككن بفرحتي. خليني فرجيكن شو نقيت بالاخر. انا كنت محتارة بتو هاي هيلز, بيجي واحد لونه ابيض وواحد لونه براون وبيجوا على شكل صندل. بس هلأ كتير اختلف اللي نقيته. actually أنا كتير بحب الشحاحيط اللي بيجوا بلا كعب. اخترت أخيراً هلأ شيء فيه كعب صغير ميديوم. هلأ كتير دارج أكتر من هيك صعب علي since I'm pregnant وحامل. فهلأ مش رح أقدر كتير أحمل حالي إذا نقيت كعب يكون هالقد. شو رأيكم فيها؟ ان شاء الله تكونوا حبيتوها. نقيتها بلاك لانه هلأ كنت بحاجة لشي يكون بلاك وحلو ومكتوب عليه قلبي بالجولد. انا كتير بحب اللون الذهبي. كتير حلو على الاجر. اخيرا هلأ جبنا مراية الجديدة. It's a full مراية وان شاء الله هيك فيي بيصير فرجيكم الاوتفيت اوف ذا داي. وهي بالطول يعني المراية اذا شايفين. It's a full mirror وجبناها من ايكيا. It's just a simple white mirror. رح اكتب لكم تحت بالدسكريبشن بوكس شو هو بالضبط اسم الايتم عشان اذا حبيتوها بتعرفوا وين تلاقوها. So هلأ صرنا بعد الظهر, صار وقت انه I have a snack. I'm gonna have عنب وتمر وكمان قررنا نشرب شاي. حمد's gonna go for the ginger and lemon وانا lemon tea. So هلأ صرنا بقبل اخر سناك للنهار. هلأ I'm having عنب وكمان تمر. إذا I feel thirsty أو شي بحب أكل عنب لأنه فيه كتير مي وكمان بحب تمر لأنه فيه شوية sugar فكمان بيعطيكم شوية طاقة. والشاي أكيد عشان نروق. فهلأ وصلنا على نهاية الفيديو. شكرا لكم كتير 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 لأنكم حضرتوا هيدا الفيديو وإن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه شوي أو أخدتوا أفكار لشو فيكم تعملوا breakfast على السريع,
سناكس وغدا وعشاء. إذا بتتابعونا إن شاء الله على إنستغرام بيجي على بالكم كمان يمكن أفكار أكتر، لأنه تقريبا كل يوم نعمل بوست للترويقة والغدا. ما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو وعملوا لنا سبسكرايب إذا بعدكم ما عملتوا سبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو عملوا شير. أنا بحبكم كتير كتير كتير.